السلام عليكم ورحمته وبركاته. ببيت جديد قد عدنا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الشرق ما كانوا؟ بيت لأمير الشعراء أحمد شوقي. البيت بيحاول يمدح فيه أحمد شوقي أمراء بني أمية، وهذا يثبت أن شعراء مدرسة الإحياء والبعث وتلاميذهم من الكلاسيكية قد اعتمدوا على شعر المناسبات. يا ولد، يبقى كده هذا ما يثبت شعر المناسبات لدى الإحياء والبعث. تعال نعرب البيت ونشوف الدنيا فيها. طبعا هو في الامتحان عامة ما بيجيبش بيت كامل تعربه، لكن بيحط لك خط هنا، يطلب منك حاجة معينة، يقول لك جميع الحقائق التالية صحيحة ما عدا كلمة واحدة. لا، احنا نريح دماغنا ونعرب البيت كله. كانوا فعل ماضي مبني على الضم. ليه مبني على الضم سعادتك؟ حاضر. لانه متصل بواو الجماعة، وواو الجماعة هنا العائد على بني أمية في محل، ركز معايا الله يخليك، في محل رفع اسم كان، اسم كان، لأن كان هنا ناقصة وليست تامة، ومعنى كلمة ناقصة طبعا يا أولاد يعني يلزمها الاسم والخبر. ملوكا كانوا هم ملوكا، يبقى ملوكا دي خبر كان، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. احنا معودين نفسنا طبعا ياريت نركز في اعراب الجمل، لانه احنا معرضين ان نقول لي اعرب الجملة. طبعا الجملة دي كلها كده على بعضيها اهو، عود نفسك يا ولد على الطريقة دي في المذاكرة، خلاص انت اعتقد فهمت اللعبة اللي فيها. الجملة كلها على بعضيها جملة ابتدائية، لا محل ابتدائية لا محل لها من الإعراب، جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. تمام كده خلصنا من أول جملة. طيب، سرير الشرقي تحتهم. سرير طبعا هنا هتقولي ازاي دي مبتدأ ومفيهاش ضمير، يعني أنا كنت شايف بدون ذكر أسماء أولاد يعني على اليوتيوب بقول لك لازم الضمير يبقى في الكلمة الأول، كلمة اللي هتجيلك لازم الضمير يبقى في اول كلمه هتجيلك. والله سمعتها يمكن 5-6 مرات. طبعا الكلام ده ولد غير صادق يعني، وهي يعني كلام مردوده انه يعني معلش انا بخاطر بمستقبل طالب ان انا بديله معلومه على الوش، والكلام ده ما عادش بيجي في الامتحان بالطريقه دي. فوالنبي يعني عذرا مع احترامي للجميع قلت بلاش نجري وراء المعادلات المحفوظة دي والكلمات حاجة زائد حاجة تديني كذا، وانت خلاص ده مستقبلك فمش هينفع. وشمعنا نمشي وراء كلامك انت يعني يا مستر على راسك ريشة؟ والله ما على راسي ريشة ولا نحسن من حد، بس انا بقولك القاعدة دي غلط. يعني ان انا اقعد اقول خلي بالك الضمير بيجي في الكلمة اول كلمة، لازم يجي فيها ضمير عشان تبقى جملة، يعني عشان تبقى مبتدأ، فاهم قصدي؟ اصلا هعرف لك دي مبتدأ دلوقتي، فانت هتقولي مبتدأ ازاي؟ ايه هو اللي مبتدأ ده؟ مش المبتدأ لما بيجي في نص الكلام بيبقى فيه الضمير؟ ما هو الضمير ممكن يتحط في الاخر هنا في الخبر عادي، فاهم قصدي؟ يعني الضمير ده تحتهم هي عايدة على مين؟ تحتهم دي على الملوك، ممكن يجي في الخبر مش لازم في المبتدأ عادي يعني. يبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ضمة ايه؟ الظاهرة. طيب، والشرق طبعا مضاف اليه. ليه؟ انا عندي هنا واضح جدا طبعا ان كلمة الشرق بتكمل المعنى بتاع سرير الشرق تحتهم، وهنا سرير الولاد مش معناها سرير اللي في دماغك، معناها الانتصارات، معناها العظمة، عظمة الشرق، عظمة الشرق. سرير الشرق تحتهم، طبعا تحت دي ظرف والهاء مضاف وهم دي مضاف إليه، ضمير مبني في محل
جر مضاف إليه، وطبعا تحت ظرف، ظرف منصوب. حلو، لأن الظروف منصوبة ما عدا قلة من الظروف يا ولاد، زي حيث وأمس ومنذ الآن. طيب تحتهم هنا دي على بعضيها كده، أيوة ركز معايا بقى، هتبقى خبر شبه جملة. خبر، خبر شبه جملة، خبر شبه جملة لمين؟ أيوة حلو السؤال ده. قال لي خبر شبه جملة لكلمة سرير، سرير الشرط تحتهم. طيب احنا كده عرفنا الجملة التانية، عايزين برضو الموقع الإعرابي للجملة كلها على بعضيها. تعال نشوف هيطلع ايه. قال لي الموقع الإعرابي للجملة دي كلها، القاعدة القديمة بتاعتك بتقول بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، شريطة أن تكون الجملة زائدة، يعني لازم سرير الشرق تحتهم تبقى زائدة. ماشي، ما دي زيادة، أو كانوا ملوكا. يبقى هنا هقول والجملة الإسمية، والجملة الإسمية اللي هي مين يا أولاد؟ سرير الشرق تحتهم والجملة الإسمية في محل، شوف اللي قبلها إيه؟ اللي قبلها منصوب، يبقى في محل نصب نعت لمين؟ لكلمة ملوك. كده خلصنا من الجملة التانية، يبقى الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، لكن الجملة التانية ليها محل من الإعراب. تمام، فهل دي الفاء هنا استئنافية ولا؟ الفاء استئنافية، الفاء استئنافية. وهل اسم استفهام ولا حرف استفهام؟ عايز حد كده يرد معايا. ها، حرف استفهام. وايه يعني؟ هتفرق طبعا، هتفرق كتير جدا يا محترم. الحرف مبني لا محل له من الإعراب، غير لما يجي لي اسم استفهام لازم يتعرب، مبني لا محل لها من الإعراب. تمام، فهل سألت أنت، أسأل مين؟ السرير ده، مش قصده السرير اللي بنام عليه، قصده السرير يعني العظمة بتاعت الغرب. ايه ده يا ولد؟ دي الغرب مش الشرق، انا اسف يا ولد. هنا كلمة الغرب، ما هو قال فوق في البيت الاول الشرق، يبقى ده الغرب. ماشي، ده ايه ده؟ الغرب. فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ هنا بيقول لي انت سألت، هم كانوا ملوك الشرق بني أمية، وقلنا ده شعر مناسبات. فهل تقدر تسألني والنبي العظمة بتاعت الغرب هم كانوا ايه بالظبط؟ وبيمدح في بني أمية، لأن بني أمية راحوا بلاد الأندلس، الغرب راحوا الغرب في بلاد الأندلس يا أولاد. ماشي، فهل سألت؟ سأل فعل، فعل ماضي مبني على السكون، التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، سألت أنت ضمير مبني في محل رفع فاعل، أيوة، وسرير مفعول به، مفعول به منصوب، والغرب مضاف إليه، الغرب مضاف إليه. طبعا دي جملة كاملة على بعضيها كده، جملة كاملة يا ولد، فبرضو لازم نحدد موقعها الإعرابي. يجي هنا ندي دايرة كده، عود نفسك دايما وانت بتذاكر أبيات الشعر أو بتحاول تعربها أو تحلها أو تخرج مكنوناتها، لازم تعمل اللعبة دي. دي جملة استئنافية، خصوصا ان احنا قلنا الجملة الاستئنافية قبل كده لا محل لها من الإعراب. طب انا عرفت انها استئنافيه منين؟ بدايه كلام جديد. عرفت منين؟ من الفاء، فاء الاستئناف اهي. يبقى هنا استئنافيه لا محل لها من الاعراب. حلو، لم يتبقى معي الا جمله واحده. مين هي؟ اللي هي جمله ما كانوا، جمله ما كانوا. طبعا ما هنا ما استفهاميه، اهو استفهاميه. طب ما هو ما دي مش حرف استفهام سعادتك. ايوه انا قلت حرف استفهام، انا قلت استفهاميه. طب استفهاميه بتتعرب، خلاص يبقى تتعرب يا مستر. في محل ايه بقى؟ قال لي في محل، ممكن نسيب المحل ده دلوقتي بس استاذنك بس عشان نشوف انت لوحدك هتعربها.
بص ركز كده في كلمة كانوا يا ولاد. كان، أيوه كانوا ما. الجملة مقلوبة، هي أسماء الاستفهام كده بتتقلب. كيف تصوروا، تتصور كيف، ما كانوا، كانوا ما. يبقى هنا آدي علامة الاستفهام، وآدي كان فعل ماضي ناقص ناسخ، فعل ماضي ناقص ناسخ. أيوة يا ولاد تمام كده. والواو ضمير مبني في محل رفع اسم كان، رفع اسم كان، رفع اسم كان. يبقى ما خبر كان بقى، يبقى استفهامية في محل نصب خبر كان، خبر كان. ده بالنسبة للبيت يا ولاد. صحيح الجملة الأخيرة موقعها الإعرابي ايه برضو؟ اهي الجملة الأخيرة يا محترم، تمام يا جميل، ايه موقعها الإعرابي؟ اهي هقول له جملة ما كانوا في، ركز كده في المفاجأة دي، في محل نصب جملة ما كانوا. ما هو كان، ما كانوا دي جملة تتكون من كان واسمها وخبرها. قال لي في محل نصب مفعول به. مستر مفعول به لمين؟ سلامتك يا مستر. مفعول به، مفعول به لمين سعادتك؟ قال لي مش سألة بتنصب مفعولين. ازاي تنسى دي يا ولاد المعلومة المهمة جدا دي؟ سألت، سألت الولد النتيجة. يبقى سألت سرير الغرب ما كانوا في محل نصب مفعول به ثاني، لأن الفعل سأل ينصب مفعولين. ده بالنسبة يا ولاد لبيت أحمد شوقي الشهير بمدحه لأمراء بني أمية. وقلنا أحمد شوقي طبعا ده كلاسيك النزعة، كلاسيك النزعة يعني قديم النزعة، خصوصا أنه بيعتمد على تقليد القدماء وشعر المناسبات، وعلى رأسها شعر المديح كما كان يمدح في هذا الأمر. وإلى لقاء في بيت جديد، أخوكم حمد الكشف.